السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللي ما يعرفنيش انا قناة ايه الحياة حلو. هقدم لكم ايه النهاردة؟ هقدم لكم ريفيو عن البوتاجاز سيراميك فريش، نوعه فريش. تمام، هو عبارة عن 2 عين، العين الاولانية دي 1300 واط، والعين التانية دي 1500 واط، يعني هو كله 2800 واط. تمام، في المفتاح، في ايه درجات. تمام، يعني بصي بتلفي كذا درجة من اوطى حاجه لاعلى حاجه، وفي لكل شعله لكل عين في لمبه، اللمبه دي بتعرفك ان كان هو شغال ولا مش شغال، وبرده الشعله التانية نفس النظام، نفس الزرار ونفس اللمبه. تمام، على فكره انا هقول لكم على حاجه فيه برده، علشان ما تفكروش ان ده عين، ده عباره عن سخان، كل ما بيسخن درجه حرارته بتعلى بيفصل اوتوماتيك، بيفصل ليه؟ بيهدى شويه ويرجع يشتغل تاني، ده ما بيأثرش عليك في الطبيخ خالص. انا استنيت والله بمنتهى الامانه، استنيت لحد انا ما جربته في كل حاجه، وحبيت ايه اعمل لكم ريفيو بكل امانه. انا جربته اقول لكم ايه اللي ينفع تطبخيه عليه وايه اللي ما ينفعش تطبخيه عليه. تمام، انا كده ركبت الفيشه وهوريكي دلوقتي ايه لما انا شغاله. بسم الله الرحمن الرحيم، اول ما هشغله شوفي ايه الشغل هتبقى عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، كويس جدا في عمايل الرز. انا عملت عليه رز، تعملي عليه محشي، عملت عليه المحشي، عملت عليه البيض، عملت عليه الاندومي، عملت عليه شوربه لسان عصفور، بعمل عليه الشاي على طول، بيطلع زي الكاتل بالظبط بصراحه، بيبقى معرفش سبحان الله بيبقى طعم الشاي عليه طعمه حاجه تانية خالص. بسم الله ما شاء الله، يعني بصي انا مش انا لحد دلوقتي بمنتهى الامانه مش لاقيه فيه عيب ان انا اقدر ايه اقول لكم ان ده عيب، بس هو ايه خلي بالك وانت شغاله عليه ما توقعيش عليه ميه ساقعه، يعني مثلا ميه من الحنفيه او ميه ساقعه على الازاز بتاعه وهو سخن. لكن ممكن يعني مثلا لو وانت بقى بتطبخي لو في حاجه فارت عليه ما تقلقيش، مش هيجرى له حاجه. يعني انا دلوقتي اول ما جبته كنت خايفه جدا ان انا ايه وانا بطبخ مثلا ايه اي حاجه بتفور غصب عنك، فانا بقيت خايفه ان الازاز بتاعه يجرى له حاجه، فطلع ان هو ايه بس من مجرد الميه الساقعه. شوفي هو شغال دلوقتي، مجرد ما هيسخن هتلاقي ايه العين هتفصل، هتفصل وهتشتغل تاني لوحدها. تمام، انت بتعملي بقى نسبه الايه الحراره اللي انت عايزاها، مثلا انت بتعملي الرز على الحراره العاليه اول ما بيتشرب بتوطي بقى خالص كده، بتوطي ايه دي كده اقل حاجه، وهيفضل بقى يتردد منك يعني ما تقلقيش مش هيتحرق منك الرز ولا هيبوظ. عملت عليه المكرونه، عصقت عليه لحمه، بصراحه بتعمل عليه كل حاجه، ده نفعني جدا لان انا بوتاجاز طبعا عندي بوتاجاز اللي هو جراند روز اللي هو يونيفرسال، ده انا كنت عامله لكم ريفيو عنه، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في اول تعليق مسبب، لان انا البوتاجاز ده بصراحه بتاعي جاب اخره، لان هو كان يعني بوتاجاز سيء جدا، انا عملت لكم ريفيو عنه. تمام، عشان ما حدش يغلط ايه نفس الغلطه ويروح يجيبه. فطبعا لما باظ مني خالص لقيت البديل اللي ايه المتاح في ايدي دلوقتي هو ايه البوتاجاز السيراميك فريش، اللي هو الشعلتين دول بصراحه ممتاز وهايل جدا. ومثلا برضو ايه نصيحه مني برضو، ده بينفع معاكي مثلا لو طالعه مثلا رحله مصيف، طالعه رحله في سفاري في اي مكان، هتاخديه معاكي في العربيه في المواصلات، سهل جدا ان انت تشيليه معاكي، هيغنيكي عن حاجات كتير جدا. طبعا مش بتستعملي له حلل معينه، بتستعملي له اي حلل، بس اهم حاجه ان يكون من تحت كده قعرها متساوي، ما تكونش كده ايه زي الحلل الالومنيا اللي تلاقيها ايه نازله من النص كده، واهم حاجه تبقى ايه القعر بتاع الحله متساوي بس، واعملي عليه اي حاجه انت عايز تعمليها. وبمنتهى الامانه انا عملت لكم ريفيو بمنتهى الامانه بدون اي يعني ما فيش اي حاجه والله، لو ظهر لي اي عيب فيه انا بعد كده هقول لكم عليه. طبعا انا هقولك على حاجات، اول انا ما شغلتها طبعا ايه انا كنت قلقانه منها، انا اول ما شغلته طلع مثلا ايه دخان وريحه كده ايه زي حاجه بتسيح، الحاجات دي طلعت ايه الحاجات دي طلعت في هما الحاجات الازاز والمعدن ده عاملينه لازقينه بماده، الماده دي هي اللي بتطلع ايه الدخان ده، لان طبيعي انت اي جهاز بتيجي تشغليه في الاول بيطلع دخان، وخصوصا ايه ان هو ايه جهاز حراري. تمام، انا هفصله بقى دلوقتي حبايبي، بيسخن على طول، سريع جدا، عملي جدا. وانا قلت لكم على الحاجات اللي ممكن تواجهك في الاول اللي انت ممكن تقلقي منها، موضوع الدخان ده ما تقلقيش، موضوع ان هو بيشتغل شويه ويفصل شويه ده ما تقلقيش منه خالص،
ومبروك على اي حد يجيبه. طبعا سعره انا مش هقدر اقول لكم سعره، ليه؟ لان النهارده بسعر وبكره بسعر، انتوا عارفين الاسعار بقت دلوقتي بالذات في الاجهزه الاسعار عامله ازاي. فهو متوفر وجميل جدا، هو ازاز وتنظيفه سهل، وهو بصراحه يعني بسم الله ما شاء الله ممتاز، انا عاجبني جدا ومريحني جدا، واتمنى ان انا اكون افدتكم. ويلا حبيبي كده ما تنسوش الاشتراك واللايك، ولو اي حد ليه اي استفسار عن البوتاجاز فريش الكهربائي يسالني، وانا والله ما هدخل عليكم اي معلومه انا وصلت. وكمان يا حبايبي انا حابه اقول لكم على معلومه كمان، انا قبل ما اجيبه طبعا دخلت عملت بحث وشفت ريفيوهات كتير عنه، في اللي قال انا جبته فرقه، طبعا ده عيب من اللي استخدمته وقعت عليه ميه طبعا ساقعه، فهو الازاز ايه فار، هو ضمان سنتين ضد اي عيوب موجوده فيه ما عدا الازاز. الازاز ده انت لو باظ منك واتكسر انت بتصلحيه على حسابك، تمام. وفي هنا يا حبايبي هنا ايه، مزودين من الاربع رجول بكاوتش بيمسك كده في الرخام، ما بيتحركش خالص، ما تقلقيش منه خالص نهائي، يعني ممكن البوتاجاز بتاعك اللي هو 5 شعلة يتهز منك ويتحرك. ده بصي بسم الله ما شاء الله، بصي يعني انا بحركه جامد هو ماسك، بسم الله ما شاء الله ماسك ما بيتحركش خالص، تمام. بس اهم حاجه خلي بالك اوعي تغسليه وهو سخن، تمام، اوعي تحطي ايديكي هنا وهو سخن. وكمان انا جربت عليه تسخين العيش، التسخين العيش عليه سيء جدا، اوعي تسخني عليه عيش لان مجرد ما تحطي عليه العيش بيتحرق على طول، ما تسخنيش عليه عيش، تمام. مش هطلب منكم تاني ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم، وبرده لو اي حد عنده اي استفسار عن البوتاجاز يبعت لي في الكومنتات، وانا بمنتهى الامانه هقول له على اي استفسار بيقول عليه انا هجاوبه بمنتهى الامانه، وانا لو صادفني اي عيب فيه او اي مشكله فيه انا على طول هعمل ريفيو واقول لكم عليه بمنتهى الامانه.